لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لحظات قليلة وستنطلق المقابلة، نتمنى التوفيق لكلا الفريقين في هذه المقابلة في هذه المواجهة. في ماذا يفكر عبد الهادي؟ طبعا يفكر في فوز جديد، في انتصار جديد. نفس الشيء بالنسبة لزكريا عبوب مدرب الدفاع الحسني الجديد، المدرب الذي تعاقدت معه إدارة الفريق. هذا الرياضي التركي في تعديل النتيجة ليعود مرة أخرى الدفاع الحسني الجديد ونجح في تسجيل هدف آخر، لكن الاتحاد الرياضي عميد الفريق. العرضية من جمال الشماخ المتابعة من الدفاع في الوقت المناسب، يتدخل جون المسؤول عن إيصال الكرات في أفضل الظروف لمصطفى السهد ليوسف أربيدي الحسن الجديد. مصطفى السهد، بشرى كربوبي تعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة الدفاع الحسن الجديد ولمصطفى السعد. كانت من مروان التسديد، حارس المرمى ينقذ حسنية أكادير من هدف محقق. الكرة كانت ستسكن الشباك على طريقة الجماهير، تواصل التشجيع جماهير الدفاع الحسني الجديد. المتابعة مرة أخرى من بدر الدين أبعير الذي يبدأ اللقاء بطريقة ممكنة. التصويب، المتابعة من الدفاع، مرت الفرصة بسلام. الدفاع، أحد اللاعبين سقط في منطقة الجزاء. حكمة اللقاء طلبت مواصلة اللعب، الضغط ما زال متواصلا مستمرا. هنا الحكمة تعلن عن خطأ لفائدة من إيمانويل كباتاي. إيمانويل، هنا فرصة للدفاع، فرصة للدفاع الحسني الجديد فوق العارضة، فرصة أخرى تضيع. يواصل الضغط لاعبو الدفاع الحسني الجديد، يرسلون رسائل غير خاطئة من بابا. عادت الكرة من جديد لإيمانويل كباتاي. كباتاي، الفرصة ما زالت متواصلة، لكن بشرى كربوبي تعلن عن خطأ. بخش، كرة خرجت ركنية لحسنية أكادير بعد أن استدرك للرجاء الرياضي. ونهضة بركان بانتظار التنفيذ تنفذ الركنية. المتابعة من اليوسفي، اليوسفي بحث لاعب نادي حسنية أكادير عن المفاجأة. حسني الجديد يواصلون الاحتفاظ بالكرة، فرصة كان البحث عن مصطفى السهد الذي بحث عن التسجيل كما سجل في مباراة الاتحاد الرياضي التركي. بدر الدين بعير، بالخبر السعيد قد تأتي بالخبر السار للدفاع الحسني الجديد. المتابعة من مروان هدهودي، ضربة رأسية فوق العارضة خارج الملعب، ركلة مرمى لبدر الدين بعير ولنادي حسنية. لعب جوكر، يتواجد في كل مكان، يتواجد في كل مكان وفي كل زمان خالد بابا. المرور، المراوغة، إمكانية التسجيل. العرضية من بخاش، بخاش بخاش، كرة جمال مرة أخرى يبحث عن كاتي كاتالوندي الكونغولي، يتحصل على خطأ اللاعب الكونغولي كاتي كاتالوندي. الفريق للوصول لمرمى الحارس محمد اليوسفي. كرة عادت من جديد، يواصل الضغط، الكرة تفتك في الاحتفاظ بالكرة. خالد بابا بعيد الكرة، لم يتمكن من الوصول للكرة. مصطفى السعد، كرة خرجت ركلة مرمى لحسنية أكادير ولبدر مرمى. يبدو بأنه يعاني من الإصابة بدر الدين بعير. تعويض الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الاتحاد الرياضي التركي. العرضية، فرصة، التدخل من بدر الدين بعير، يصل لكل الكرات، يصل لكل الكرات التي قد تهدد مرمى نادي حسنية أكادير. هنا كانت العرضية من عمر، رسالة دفاع الحسن الجديد. حسن بي يتدخل، مصطفى السعد، كرة خرجت ركلة مرمى لبدر الدين بعير ولنادي حسنية أكادير. احتفاظ بالكرة ويواصل المراوغة. بابا، توغل بابا لمنطقة الجزاء، لكن الفرصة مرت بسلام. خالد بابا نجح في اختراق دفاع نادي حسنية أكادير، لكن إن الفرصة لم ير على مفاجأة الدفاع الحسني الجديد.
بشرى كربوبي تعلن عن خطأ، خطأ لنادي حسنية قدير، تعرض الإصابة، تريد الهدف الأول، تنتظر تترقب المتابعة ممتازة من سوفيان. بعد القسم الأول هنا محاولة، فرصة، إمكانية التسجيل، كان قريبا، كان على وشك التسجيل. يواصلون تضيع الفرص، بل يتفننون في تضيع الفرص. خالد بابا غير راضي، غير راضي. زكريا عبوب من الصعب أن يكون راضيا، لن يبحث عن مروان المزاوري. إرسال الكرة لمروان، العرضية من مروان، التدخل ممتاز من أحسان بي، أحسان بي في الوقت المناسب. المتابعة من الدفاع عادل الحسنوي، فرصة أخرى من فرص الدفاع، تضيع فرصة أخرى من فرص الماضية. بخش يبحث عن كاتي كاتالوندي، الكرة بعيدة كل البعد عن الكونغولي. تغطية دفاعية كانت ممتازة عن مروان المزاوري. إرسال الكرة لمروان، العرضية من مروان، التدخل ممتاز من أحسان بي، أحسان بي في الوقت المناسب. عالمية أشهرهم لاعب آخر اسمه أيضا إيمانويل، طبعا الحديث عن إيمانويل أديبايور. خالد بابا يواصل خلق المتاعب لدفاع الحسنية. إيمانويل، جول 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 جول. إيمانويل كباتاي يسجل الهدف الأول للدفاع الحسني الجديد هنا في مدينة الجديدة، هنا في ملعب العبدي. بهذه الطريقة التمريرة لمصطفى السعد، السعد قدم الكرة لإيمانويل بقدمه اليسرى التي لا تخطئ الشباك، لم يجد أي حل. ينطلق يوسف البيدي، الفرصة ما زالت مستمرة متواصلة. كرة ما خرجت، خرجت تماس لنادي حسنية أقع. الكرة اصطدمت بالإيمانويل أو بأحسان بي. مروان المزاوري، العرضية من مروان، إمكانية التصويب من إيمانويل كباتاي. تسديدة أخرى من تسديدة التوغولي التي تجد حارس الحادية والأربعين، لكنه أنقذ الحسنية من العديد من الأهداف. بدر الدين، إلى أين سيرسل الكرة؟ يبحث عن بخاش، يبحث عن كاتي، يفضل إرسال الكرة لكاتي كاتالوندي. وقت المناسب، الفرصة ما زالت متواصلة. بدر الدين على مرتين بعير، كاد أن يخطئ لكنه في الوقت المناسب. دائما لنادي حسنية أكادير، التسديد، التسديد، تسديد خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى للدفاع الحسني الرياضي. هنا فرصة أخرى من فرص الدفاع، من محاولات الدفاع الحسني. كرة خرجت ركنية عن عادل مصطفى السهد، تنفذ الركنية. بحث عن مروان، بحث عن الهدهودي، كان هناك. الضغط ما زال مستمرا، الفرصة ما زالت مستمرة للدفاع. إمكانية التسجيل، بدر الدين بعير، يضيعون الفرص ويضيعون